التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا والتحديات تستمر في هذه اللحظات. أعلنت انطلاقة شوطنا الرابع عشر بمجموع أشواطنا في مساء هذا اليوم وفي مساء هذه الليلة الذي خصص للإبكار المهجنات الأصايل شعاراتي وهجني أصحاب السمو والشيوخ الحاضرة في هذا المساء على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات، مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى المركز الأول. نتابع في هذه اللحظات مقدمة الأسماء والصدارة. ما شاء الله العاصفة تقدم الشاهينية على المركز الأول وغياث الهلالي في المتابعة المركز الثاني. من الجانب الآخر أفراح القادمة لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب، والمركز الثالث والرابع والخامس وكذلك السادس والسابع. ما شاء الله شواهين العاصفة تنطلق هنا بمتابعة غياث الهلالي، والمركز الثامن التدخل من الشاهينية ومن هجن رياسة وأحمد بن مطر بن مايد الخيلي في عملية التضمير. مع هذا الانطلاق عودة مع المركز الأول، عودة مع البداية والعاصفة على المركز الأول تقدم الشاهينية على الصدارة والمقدمة وغياث الهلالي في المتابعة. المركز الثاني هنا كذلك الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز الرابع هنا تتبعها في هذه اللحظات الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. ما شاء الله من يتابع من يراقب انطلاقات وتحديات الشاهينية على المركز الأول والثاني والثالث والرابع هنا بانطلاقة وتحدي الشعار الملكي سيدا لهذا المسار حتى هذه اللحظات. المركز الخامس يتابع في هذه اللحظات المجموعة الثانية والاسم الخامس يأتينا هنا مع الشاهينية من هجن الرياسة والفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيلي من يتابع انطلاقات الشاهينية في هذه اللحظات. والمركز السادس أفراح القادمة، يا سلام يا سلام يا سلام لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. والمركز السابع والثامن الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. هكذا النتيجة وندانا الثاني تجول مشاهدينا متابعينا الكرام للثمان المراكز والأسماء المتقدمة. ما شاء الله بدأنا نغادر لافتة الثلاثة كيلومترات في هذه
اللحظات منتصف مسافة سباقنا في هذا المسار 6 كيلومترات. بنبدأ في هذه اللحظات بنبدأ مع صراع مميز مع منتصف مسافتنا، بنبدأ مع تحدي ومع انطلاق. ما شاء الله، عودة إلى البداية، عودة إلى المقدمة والشاهينية على المركز الأول من هجن العاصفة وغياث الهلالي. في المتابعة المركز الثاني الشاهينية من هجن الرياسة والفيلسوف، ورجل الأمتار الأخيرة قادم مقدما الشعار الأحمر في هذه اللحظات على ثاني المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث مباشرة من هجن العاصفة الشاهينية وغياث الهلالي. في المتابعة المركز الرابع كذلك الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز الخامس والسادس الشاهينية والشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز السابع، شوف في هذه اللحظات وتابع يمتابع هنا قدوم من الشاهينية ومن هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. وشلهودة على المركز الثامن، آخر الأسماء في هذه اللحظات. وأفراح أفراح أفراح القادمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع، من يقدم أفراح على المركز الثامن. هكذا النتيجة والنداء الأخير لهذه الأسماء. بدنا نغادر المنعطف الأخير واتجاهنا سليم ما شاء الله إلى المنصة الرئيسية وخط النهاية، وكل شيء بان في هذه اللحظات يا مضمرين. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة ما شاء الله. الرياسة هنا تقدم الشاهينية، انطلقت على المركز الأول، توجهت هنا مع إدارة وتضبير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الفيلسوف، أمر في هذه اللحظات بتحرك الشاهينية على المركز الأول. ولكن غياث، غياث يا الفيلسوف، حذاري من غياث الهلالي، من يبدع في هذا المساء وأبدع مع هجن العاصفة. قادم ما شاء الله بأربعة أسماء أو بست أسماء، ست أسماء قادمة في هذه اللحظات بالشعار الملكي. تابع يمتابع ما شاء الله الشاهينية والشاهينية، وتتبعهن الشاهينية والشاهينية ما شاء الله. غياث الهلالي في المتابعة، والكيلومتر الأخير المتبقي عن خط النهاية بنتابع وبنشوف وبنعود إلى المركز الأول. عودتنا إلى البداية وإلى هجن الرياسة، هجن الرياسة، هجن الرياسة، تقدم الشاهينية على المركز الأول. فيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي في عملية التضمير والتدريب مع عودها حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات عصاها في الأبطان دفع ذاتي أداة تلقائي. ولكن غياث، غياث بدأ يدفع بالشاهينية القادمة على المركز الثاني. هنا من هجن العاصفة قادمة، العاصفة قادمة في هذه اللحظات، تقدم الشاهينية مع 400 متر الأخيرة. خط النهاية بدأ يقترب. غياث الهلالي الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، الله على هذا التحدي المسائي الرياضي في هذه اللحظات. الشاهينية، الشاهينية من هجن الرياسة، الشاهينية من هجن العاصفة. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة تانينا وأن ناموس لعشاق هجن الرياسة. تهانينا وناموس إلى الفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي المركز الثاني. الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية من هجن العاصفة، المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة. هكذا هي النتيجة. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام. التوقيت الزمني للشاهينية وساعات ما شاء الله وصولها إلى خط النهاية 9 دقائق
16 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، الشاهينية من هجنة رياسة تانينا والناموس للفيلسوف أحمد بن مطر من مايد الخيلي. المركز الثاني وصلت الشاهينية من هجن العاصفة 9 دقائق 16 ثانية، 7 أجزاء من الثانية تهانين والناموس لغياث الهلالي. كذلك المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة، توقيتها الزمني 9 دقائق 20 ثانية، 6 أجزاء من الثانية تهانين والناموس كذلك لغياث الهلالي. تهانين والناموس لجميع الفائزين.